اما هم ياخدوا اعدام، هم ياخدوا اعدام كده، نبقى احنا خلاص كده ياخدوا اعدام كده يا حبيبي، يبقى احنا كده بقى اه بقى خلاص بقى ناخد عذاب ونعمل له كل حاجه. حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل في اللي عمل فوزي كده. يناموا نومته، يناموا نومته يا رب، يا رب يناموا نومتك يا عبد الله، يا رب يناموا نومتك يا عبد الله. حبيبي يا نومتك يا حبيبي، معروف على الطريق كله، اساله عليه. يناموا نومتك يا حبيبي، راجل محترم من شغله البيت ما بيعملش غلطه يا حبيبي. حزب الله ونعم الوكيل، حتى لو حد شتم وهو ماشي على طريقه والله العظيم بقول لهم بلاش تسبوا الدين، سب الدين اتكتروا عليه خمسه اهو، بلاش يسب الدين. ممكن تعرفينا يعني قتلوه ازاي؟ عايزين نعرف. والله يا حبيبتي قعدوا يضربوا، اهدي بس يعني ربنا يصبرك. قعدوا يضربوا يا حبيبتي في صدره يا حبيبتي، ومسكوه يا حبيبي كتفوه كده يا حبيبي، وبالشومه يا حبيبتي على دماغه، والله بهدلوا اخر بهدله. انا جوزي كان بيشيلوه كده حبيبي، كان محدفوه في الارض كده يعني. انا جوزي كان ماشي حبيبي بعد ما ضربوه يا حبيبي، بعد ما ضربوه يا حبيبي كان احنا رحنا له اول ما عرفنا الخبر، رحنا له عملوا لي ضربوه مش قادر يتكلم، كان مش قادر يتكلم. يدافع على الدين بتاعه، يقول له في ايه؟ يمسكوه يكتفوه كده، يكتفوه كده ويدوا يده صدره بشومه على حبيبي، واخده نايمه على رجلي في المستشفى، عملوا لي ادعكيلي صدري، ادعكيلي صدري، ادعكيلي صدري يام. اقول له مالك؟ قول لي موتوني، غدروا بيا موتوني. حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل، انا عاوز احقه، انا عاوز احقه، انا عاوز احقه. حزب الله نعم الوكيل، عايز المفتري وعايز الظلم اللي عملوا فيه كده، يا رب ينتقم منه، حزب الله اللي عملوا فيه كده يا رب ينتقم منه، انا عاوز احقه يجيله. راجل محترم عمره ما زعل حد، عمره مش شتم حد ولا هب حد. يضربوا البلطجيه، البلطجيه بتوع شارع المسقه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان ايه يا رب؟ عشان بيقول له ما تسيبش بالدين، عشان بيقول له ما تسيبش بالدين. هو يا ناس كده غلط، هو يا عالم كده غلط، الراجل ده غلط لما بيقول له ما تسيبش بالدين. حسب الله ونعم الوكيل، هات له حقه يا رب، حسب الله ونعم الوكيل. ابني حبيبي يا رب، هي ناموا نوم منهم خلافات سابقه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. منين طيب يعرفوا بعض؟ لا. والله ولا اي حاجه، عشان بيتخانقوا مع بعض ولا اي حاجه. يقول له يا ابني نهارك ابيض انت وهو على الطريق العصر، ما تسيبش يا ابني بالدين. قال له امشي يا ابن كذا ويا ابن كذا، راح ماشي على دورته وعلى اكل عيشه، وهو جاي في شي ايده شنطه عيش وكيس بلع، يقوموا مغادرين بيه وموتينه في الطريق في شارع المسقى وهو جاي كده، يقوموا ماسكينه مكتفينه كده ويضربوه. عشان ايه؟ عشان بيقول له ما تسيبش بالدين. ها؟ ضربوه بشومه على دماغه، برصيات في قلبه، في صدره، بقى نايم على رجلي في المستشفى بقول لي يما صدري يما، ضربوني يما جامد هنا يما، بشومه. انا مرات اخوه، انا مربياه، بس هو ابني، هو ابني، ما غلطش فيا ولا زعلني عمره. عبد الله، عبد الله ابني، ابني التاني، انا ابني مات وهو ده ابني التاني. انا بقولش اللي عاوزه حقه يا رب، حقه يجيله، القضاء العالي بتاعنا يجيب له حقه. الحكومة نزلت ساعتها خدت العيال كلها عشان ضربوه وموتوه، قبضوا عليهم، قبضوا عليهم. الحكومة جابت له حقه ان شاء الله. بطالب بالقصاص، يعدموه، يموتوه زي ما هو مات. الخبر جالك ازاي؟ الخبر قالوا لي الحقي سلفت ضربوه في شارع المسقى، جريت خدته في مستشفى، عملنا له رسم قلب، بقاش قادر يقول مش طايق يا عيني، مش طايق يعني، كل حاجة بيشدها يعني كده. خدته وطلعت على مستشفى ناصر، عملت له أشعة، قالوا لي ده كانت مات في صدره، في ثانية يا حبيبي، في ثانية، في دقيقة حبيبي روحوا روحي يموت، راكب العربية ويقوم ميت. آخر مرة شفتي إمتى؟ شفته يوم الاثنين، وأنا اللي موديها المستشفى. شفته يا حبيبي، شفته، شفته يا حبيبي، وبقيت أدعك له في صدره كده، يقول لي ادعك لي صدري ياما، ضربوني هنا ياما بالروسيات كده ياما في صدري وشوم على دماغي. حقك هيجيلك يا عسام، حقك هيجيلك يا سامح، حقك هيجيلك، القضاء العالي بتاعنا يجيب حقه. احنا بنطالب العيال تموت زي ما هو مات، عشان هو جاي من شغله من اكل عيشه يموتوه ليه؟ عشان بيقول له يا ابني انت هو ما تسيبش بالدين، دي حاجه، دي حاجه عملها في دنيته؟ فبيقول لك ما تسيبش بالدين، تضربه تموتوه يا مفتريين يا شواطليه يا عربجيه. انا عاوزه حق، انا عاوزه حق ابني، انا عاوزه حق. انا نفسي يموت، عشان من جوايا استريح، انا نفسي يموت. هم الاثنين
روحوا تلعبوا واحنا قاعدين، روحوا تلعبوا واحنا قاعدين يا حبيبي، روحوا تلعبوا واحنا قاعدين يا حبيبي، اعملوا لي تعكيلي تعكيلي، روحوا تلعبوا يا حبيبي. يوم اللي من ساعة ما تروحي ما جبناهوش تاني. ربنا يعلم هو عامل فينا ايه، ربنا يعلم هو عامل فينا ايه. هو لو انسان وحش ماشي، بس ده انسان طيب 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 طيب، انسان غلبان وكل حاجه فيه كويسه وكل حاجه، عمره ما عمل مشكله مع حد. والله يا جوزي انت عمرك ما عملت مشكله مع حد، والله العظيم يا عبد الله عمرك عمرك يا حبيبي. يا حبيبي لو بتاع مشاكل يا حبيبي معلش، كان اتصل بولاد اخوه ولا حاجه، قال له تعالى ده هيحصل في مشكله واحد اتنين تلاته، بس ده حبيبي ماشي يا حبيبي مفيش حاجه، وماشي قدام بيت قدام الشارع كده عادي، ماشي يا حبيبي عادي، مفيش حاجه في دماغه يا حبيبي، مفيش حاجة في دماغه خالص حبيبي. يا حبيبي امسكوه يا حبيبي كده، امسكوه يا حبيبي كده، قولوا تعالى، يقول لهم انا قلت لكم حاجة، انا بقول لكم ما تسيبوش الدين، انا قلت لكم ما تسيبوش الدين بس ولا اخطر ولا اقل. هو ما غلطتش اللي انا بدافع عن ديني، اللي هو دلوقتي خلاص بقى كل اللي بيدافع عن دينه يموت. ليه يعني يرضي مين؟ يرضي مين؟ يرضوا مين؟ عربجيه يرضوا مين؟ عربجيه صحيح. حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل فيهم. ليه؟ يناموا نومته، يناموا نومته بحق جاه النبي، استنوه جاي من شغله. انا عايز لو هم يناموا نومته وتموتوه ليه؟ عمل ايه؟ الله نعم الوكيل، ولا هو بلطجي ولا هو صايع ولا هو قل ادب، حزب الله نعم الوكيل، راجل محترم جاي من شغله يجيب لك حقك يا عبد الله، راجل محترم يجيب لك حقك يا حبيبي، عشان قلبنا يهدى شويه يا حبيبي، دورته وبوتوبيسه نهدى شويه يا حبيبي، وجاي من شغله يمسكوه يا حبيبي ويموتوه، ودي ادي ادي في ستره يموتوه ليه؟ هو ليه؟ هو في ايه؟ ليه عمل ايه؟ عشان بيقول لك ما تسيبش بالدين تموته يا كافر يا ظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عاوزه حق ابني، انا عاوزه حق ابني يجيني، انا عاوزه حق ابني يجيني، انا بطلب حق يا رب، حزب الله نعم الوكيل، انا بطلب حق حزب الله نعم الوكيل، يناموا نومته يا رب، يا رب يناموا نومته بحق جاه النبي، احنا عايزين يناموا نومته، مش عايزين اكتر من كده، مش عايزين اي حاجه غير يناموا نومته حبيبي، يحسوا بالنار اللي جوانا، يحسوا بالنار اللي جوانا يا رب، عامله حاجه عندهم كده يحصلوا يحصلوا كده يموت، عشان يحسوا هم ولا حرقوا البنات دي، احنا نفسنا قلبهم يتحل زينا كده، احنا نفسنا قلبهم يتحل زينا كده، احنا ده كان انسان طيب ولا بتاع مشاكل ولا بتاع ولا صايع، واحد بتاع اكل عيش من صغره وهو شايف اتقبض عليهم، اتقبض عليهم في يوم الحكومه خدتهم، الحكومه خدت خدتهم على طول، الحكومه اول ما عرفوا خدتهم على طول الصراحه، عشان احنا كنا روحنا عملنا محضر بس فيه. احنا عايزين ربنا ياخد لحق، احنا عاوزين يموت الظابط لما عرف راح جايبهم كلهم بصراحه، مش حد مش هيرع دافع عنهم، لا هم لا هم ناس مفتريه، هم ناس مفتريه، هم ناس مفتريه، اي حد حتى لو حد عمل له كده بس يبقى نهاره اسود، ده هم معروفين في مثل هم عالم مفتريه، حزب الله نعم الوكيل فيه، حزب الله نعم الوكيل، احنا عاوزين ياخد حقه مع بعض، ده واحد بيقول له ما تسيبوش الدين، ما بسيبش يعني معلش يعني ما فيهوش مع بعض اي حاجه، يستنوه هو جاي، يستنوه هو جاي، مش حاسه ان حاجه تحصل له، هو كان في اليوم ده اصلا قال لي كان اتصل بيا 100,000 مره يا حبيبي، وقال لي اليوم ده وحش قوي قوي قوي، قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي اليوم ده وحش النهارده، قلت له يا حبيبي لا ربنا يجيبك بالسلامه، هو كان قلبه حاسس يا حبيبي لو هيحصل له حاجه يا حبيبي، انا كان حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل، غدروا بيا حبيبي، غدروا بيا حبيبي وقتلوه حبيبي، انا نفسي ربنا ياخد لي حقه، انا عايز ربنا ياخد لي حقه، عشان خاطر العيله اللي اتيتمت دي، انا عايز عشان خاطر العيله اللي اتيتمت بدري 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 قوي دي، احنا حرام قوي كده، يبقى واحد طالع على اكل عيشه يجي حبيبي ده كمان ما بيدخلش شقته على ظهره يا حبيبي من المستشفى للطلب على طول، واحد طالع من بيته على رجله يجي لنا على ظهره، يجي لنا على ظهره، يرضي مين؟ يرضي مين؟ يرضي مين كده؟ انا عايز افهم يرضي مين؟ يرضي مين الواحد بيدافع عن دينه؟ يرضي مين يعني؟ حرام يعني، حزب الله نعم الوكيل، حزب الله نعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم، حزب الله نعم الوكيل، ويناموا نومته، ويناموا نومته بحق جاه النبي، يا رب يناموا نومته، واحد تعب والله والله الواحد تعب. حزب الله نعم الوكيل. يجي بيته. شكرا لك. الساعة 9 يبوظوه. كل مكان داخل على بيته. في شبرا الخيمة. نرصد لكم تفاصيل المقعد. حزب الله نعم الوكيل. في شبرا الخيمة. يناموا نومته يا رب. يا رب يناموا نومته. يناموا ما تسيبوش الدين. يعني زي ما حضراتكم شايفين معايا. حزب الله نعم الوكيل. شكرا لكم مشاهدي المصريين. حزب الله نعم الوكيل. حبيبي يا